عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه طبخ ومعلومه مع ام تسنيم. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنعمل معاكم البانكيك بطريقه سهله وبسيطه، يعني هتعجب الاطفال قوي وهتعجب كمان الكبار. هنعملها بطريقه سهله يعني وبمقادير موجوده في البيت. اول حاجه معانا المقادير الجافه، كوبايه دقيق ونص معلقه ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر، الخليط اللي هو السائل واحد بيضه، كيس فانيليا، 4 معالق سكر بودره، 2 معلقة زيت كبار، كوباية لبن. اهم الحاجات قدامكم اهي. طبعا احنا هنبتدي بقى في البانكيك اهو. البانكيك يا جماعة بيبقى طعمه جميل كده وحاجة تعمليها للاطفال، ممكن كمان تعمليها في اعياد الميلاد وتزينيها بالفاكهة او بالشوكولاتة او بالعسل. فانا هوريكم برضو الطريقة دلوقتي، الطريقة سهلة وبسيطة لو عندكم اي مناسبة تعملوها. معانا كوباية الدقيق اهي، وطبعا لو عوزنا دقيق تاني لان الخليط مش كويس معانا، خفيف قوي، مش هنجيبه. ومعايا معلقه بيكنج باودر كبيره اهي، اهي معلقه كبيره، اخد نص معلقه ملح، نص معلقه ملح، ماشي كده خلاص اهو. الخليط اللي هو الجاف اهو، كوبايه دقيق، معلقه بيكنج باودر كبيره، نص معلقه ملح، ماشي يا جماعة. هنحطه على جنب كده. هنجيب طبعا الخليط السائل. اول حاجة يا جماعة يبقى معانا، بصوا طلع الفقاقيع من فوق كده يبقى تعرفوا ان هي استوت. هنمسكها نروح قلبينها على الوش التاني، بس دي اتحمرت شوية مني مش اشكال. هنسويها بقى على نار، هنفضل نقلب فيه بقى. بصوا يا جماعة كده، بصوا القوام بقى عامل ازاي وريحته جميلة قوي. طبعا احنا معانا طاسة اهي ماسحينها بالمنديل مفيهاش اي حاجة اهي، منضفينها. هنمسك بقى خلاص كده المضرب مش هنستعمله تاني، هناخد نقطة زيت بس، نقطة واحدة. فين الفرشة؟ هنمسح بقى بيها كده طاسة كده، ممكن نحط نقطة تاني عشان ما تلزقش، بس كده. طبعا احنا معليين عشان الطاسة تسخن، اول ما تسخن هنزل فيها الخليط بتاعي او بمنديل. يا جماعه مفيش فرشه يبقى في منديل. انا معليه بس لغايه ما الطاسه تسخن عشان انزل الخليط وهي سخنه. اول ما احس ان انا الحراره مش قادره استحملها في الطاسه احط على طول الخليط بتاعي. هدهن برده كده برده في النص، اهم حاجه في النص. احط بقى كده يا جماعه الخليط بمعلقه بقى، بمغرفه بقى، براحتكم خالص. بصوا يا جماعه اهي، هنسيبها بقى على نار هاديه، هوطي طبعا عشان ما تتحرقش وتستوي كويس. هسيبها على نار هاديه اهي في الطاسه اهي. اول ما تعمل فقاقيع من فوق واحس ان هي استوت هقلبها على الوش التاني. هسيبها بقى على نار هاديه لغايه ما تستوي. اول حاجه عملنا هي المكونات الجافه اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والملح، نص معلقه ملح. المكونات بقى السائله اللي هي بيضه واحده يا جماعه مش اكتر، وكيس فانيليا عشان الزفاره، و4 معالق سكر بودره هما نطحناهم في الكبه، 4 معالق كبار اللي هما بالمعلقه دي يا جماعه، اهي 4 معالق سكر بالمعلقه دي. عايزين تزودوا زودوا براحتكم، السكر حسب الرغبه. هنحط 2 كبار زيت اهو، معلقه ومعلقه، ومعانا كوبايه لبن اهي، كوبايه لبن اهي اهي كده خلاص. هنقلبهم بقى، نقلبهم كويس عشان البيضه بس والزفاره، نقلب كويس. طبعا احنا هنسويها في الطاسه، اوريكم برده الطريقه اللي هسوي بيها بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. ايه هتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي بقى في التعليقات كده. اهو الخليط جاهز معانا اهو، ما فيهوش كتل خالص اهو اهو. هنجيب بقى الدقيق، هننزل عليه كده الخليط بالراحة شوية بشوية كده اهو، شوية بشوية
عشان لو عوزنا دي نحط اهو يا جماعه. بصوا تسنيم، خلي بالك في التسنيم. هنقلب. محمود عمال يشغلني، مش هينفع بقى كده اهو. حاطين الباقي، بس يا محمود مش هينفع كده، مش كل مره تضايقني. هنقلب بقى الخليط كويس اهو. بصوا يا جماعه بيبقى عامل ازاي. كوبايه دقيق على كوبايه لبن على بيضايه على فانيليا على البيكنج باودر، يعني حاجات موجوده في البيت. 4 معالق سكر، هتعملي احلى بان كيك. طبعا الكميه يا جماعه تتحكموا فيها، عايزين تزودوا الكميه انتوا حرين، عايزين تقللوا برضو انتوا حرين براحتكم. هقلب بقى فيه كويس، هسيبه يرتاح نص ساعة وبعد كده ارجع لكم تاني اوريكم انا هسويه ازاي. اوريكم بقى اهي. بصوا تحاولوا بقى ما تحمروهاش قوي قوي. هعمل برضو معاكم واحدة بس دي انا هظبطها بقى لونها ايه بالظبط يعني. طب انا ما دهنتش، استنى نسيب. طبعا يا جماعة بين كل واحدة وواحدة تدهنوا نقطة ايه، نقطة زيت زي ما قلت لكم اهي. هوريكم برضو اخر يعني واحده تاني وخلاص، واكمل انا بقى ايه الكميه الواحده. هو كده خلاص خلص اهو، عمل بقى الكميه دي معايا. طبعا اهو تعملوه بقى زي ما انتوا عايزين براحتكم اهو. بصوا يا جماعه هوريكم برضو، بس انا هرصه واجيبه على الحرف كده واوريكم اهو. قرب كده عشان توريهم كام طبق اهي. 1 و2 3 4 5، 5 طبقات. خليهم كده هنا تسليم، حط عليهم بقى ايه حبه شوكولاته كده اهو، شوكولاته سايحه اهي 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 اهي. هقطعه برده معاكم وهوريكم الطبق، اوريكم في الطبق هقطع بقى اهو اهو. هقطع بقى كده اهو، اقطع كده زي الكيك بالظبط. روعه. هنطلع بقى جنب من اللي احنا قطعناه اهو يا تسنيم. بص اهو جنب من اللي احنا قطعناه. ثواني نزي سنه كده، لا عند الطبق سنه. احطه لك هنا اهو، اجيب لك الجنب التاني برضو بعد ما تقطع اهو. ايوه امسكيه كده بقى فوق الطبق. ايوه عشان خطوره. انا همسكه بايدي اهو كده. خلاص خلصنا بقى الوصفه، جربوها ان شاء الله تعجبكم بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه اهي. حطها برضو هنا كده.